يا صباح الخير على كل مصر، على كل المصريين. حلقة جديدة من نهارك سعيد. كل سنة وكل المصريين طيبين. النهاردة عيد ميلاد السيد المسيح، يا رب يبقى عيد سعيد على كل الناس اللي بتحتفل ويعدي بسلام، وكلنا بنحتفل. يعني عايز اقول انا احتفلت امبارح بالليل وهنحتفل النهاردة، وكلنا هنبقى بنحتفل. وكل سنة وانتم طيبين. مرة تانية هنكون معاكم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة في نهارك سعيد، انا وايمان وسارة. وصباح الخير. صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده زينا زي عاده بالظبط. بنصبح بنقول كل سنه وكل المصريين المسيحيين بخير، وان شاء الله عيد ميلاد مجيد. النهارده بالطبع هيكون معانا فقرات هنتكلم عنها بعد ما ايمان تسلم عليكم. صباح الخير عليكم، وصباح الخير على كل اخواننا المسيحيين، وكل سنه وهم طيبين. زي ما قلنا معانا النهارده فقرات كتيره جدا، وكمان معانا فقره عن الترانيم وهتبقى مع ساره، وهيبقى معانا فيها انا وانتي بتهيألي يا ايمان. لا انتي بس. هتبقى معانا فيها فرقه تسابيح، وهيكون معانا كمان فقره الصحافه مع الاستاذ عادل السنهوري. ومعانا ايه كمان؟ معانا ايمان موسى. ايمان موسى هي هو رئيس قسم التصوير الصحفي بجريده. هنقول لكم ايه هي لما تيجي الفقره. هو هنتكلم معاه عن الفوتوغرافيا والتصوير الصحفي والحاجات دي. عندنا فقرات برضو واحنا بنحتفل، بس برضو لازم نتكلم عن الاحداث اللي بتحصل. فبعد انتهاء المرحلة الثالثة، يعني الجولة الأولى من المرحلة الثالثة ولسه في انتظار العادة، هيكون عندنا فقرة عن الانتخابات، ودي هتكون مع أستاذ بشير عبد الفتاح باحث مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. ويكون كمان معانا فقرة تانية عن الأعياد والأحداث اللي بتحصل بشكل عام، ودي هتبقى مع الكاتب الصحفي الأستاذ لويس جريس. تمام كده. نروح مع اول فقره النهارده وفقره الصحافه. عرفوا كده اهم المنشطات والاخبار الموجوده في كل الجرائد النهارده مع ايمان، واول فقره مع الاستاذ الصحفي الاستاذ عادل السنهوري. هنشوفكم بعد الفاصل وفقره الصحافه.